ما انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري يا حاج سوري. ما تخافش هطلعهولك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه، عايز تخرب بيتي يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصه جميل، هشتغل رقاصه. رقبتي علي رقبتي. ما تخافش هكسرها لك حالا واحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده من فضلك، كل حاجه وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحللك مشكلتك يا علي بس اصبر. هتحلها ازاي بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي، بص انا هروح معاك المحكمه واشهد معاك ان الورق اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه باربعين الف جنيه فيها صفرين زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي، شفت بقى انا بحللك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه حبيبي، بس زي ما انا بحللك مشكلتك انت كمان تحلل مشكلتي وتخطب ميسون اختي. كده انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه. وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب الشوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيتين شوكي يا جماعه. لا يا ولد عيب عيب، ده بتعملوا ايه؟ لا الضارب لا عيب. ايه يا انجي؟ ان انتوا ما تحطوش ايديكم في ايد في شنطه حد غريب. عيب يا ولد. في يا استاذ ايه؟ الله يخليك، ممكن تقول للولاد يطلعوا بره؟ مين دول؟ يا استاذه دول ولاد اختي وبيحبوا احضروا بس اجتماعاتي وكده. شربات دول ولاد اختي. طب ممكن لو سمحت تكلم المدام اختي تقول لها تنادلهم علشان ده ميعاد غدا. ليه خليهم دول شربات قوي يا عسل؟ يا أستاذة عندنا في الحارة بياكلوا تشقة واحدة وبينشلقوا على طول. كده نجيلة بتشلقة تاخدك يا بعيد. طب ممكن تقولهم ينشلقوا يا حبيبي؟ ده شربات شربات. جرز الفسحة الدارة. ايه 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 ايه. كانوا هيخطفوني. طعمية بحبحة بيه بتاع القضايا يا مترافع. عرفكم أنس جوز أختي أبو العيال دي كلهم. ده أبو العيال دي كلهم؟ يا عيني أتاري خلص. نهار أسود، أمال لو بلغ هيعمل إيه؟ نعرف. تاكلوا طعمية سخنة؟ الله بحب الطعمية أوي. طب قولوا لي أنتوا كنتوا جايين في إيه؟ جايين في العربية حضرتك. حلوة، قالشة منك بس حلو. لا أنا قصدي بقية الحوار اللي قالوا لي الأستاذ سامح. حوار؟ وحضرتك صحفي زميل ولا ايه؟ قالشة برضه منك حلو. في الحقيقة انا جاية لحضرتك بخصوص قضية ولادي، انا عايزاهم يعيشوا معايا مش مع ابوه. طب انتي بقى بصي خدي اكتبيلي رقمك هنا عشان نحفظ العيال شوية كلام يقولوه في المحكمة لو عايزاهم يعيشوا معاك. طيب هو حضرتك في اي حل تاني غير موضوع ان هم يجوا المحكمة دي؟ ايه دليني. الله يخليك. يعيشوا بقى مع ابوهم، ولا قضايا ولا محامين ولا محكمة. طب والله فكرة، ده باين عليه شاطر والله. ده حلها انتي كمان. ايه؟ لا حضرتك انا عايزة ولادي يعيشوا معايا. استاذ بحبحة، بقول لحضرتك ايه، ما تبحبحها على نفسك شوية كده وتجيب لك مساعد يوضب لك المكتب عشان تعرف تشوف شغلك. مكتب؟ والله العظيم يا أستاذ الحمد لله إنك شايفة مكتب. وبعدين اليافطة اللي وراك دي مفروض تبقى على باب المكتب مش هنا. اليافطة؟ لا ده أنا بس حاططها عشان أفتكر إن أنا محامي. والله؟ يا لهوي العربية، إحنا ناسيين العربية برا. لو سمحت النمرة اهي. يلا احسن نطلع نلاقيها بقت حصالة. انتوا تطلعوا لو لقيتوا حاجة في العربية او حد خد حاجة ارجعوا لي على طول. يلا يا انجي العربية. حاضر حاضر. سخنة شكلها سخن بصراحة. عن اذنك عن اذنك. زباين الهم دول ولا ايه؟ طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانة، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده
الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟ امال مجنونه بيتهيألي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونة. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني؟ مالك خضتني؟ هو احنا تلامذة يا شعبان، بس وحياة اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجزمتي زي الصرصار. يا عم مالك بس مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجه، بس عايز 30,000 جنيه. انا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله. انت عارف بس انا كمان ما اقدرش احرم العيال من امهم، وبعدين الفلوس يا ريت رجاء متكوشه جزء في البنك وجزء في الخزنه بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من امهم وانجي تبقى عايشه لوحدها. ايوه يا شعبان. ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجة مهمة. ردي بسرعة. اه صح عندك حق. ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا محدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكرة ان الورقة اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناوية تلجأي للمحاكم فاشربي بقى. انا هوديكي في داهية. لا، في دهيتين ومن غير باي باي. دهيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه؟ قالك ايه؟ قالك ايه يا انجي؟ ولا حاجة، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهية. لا، دهيتين. هو اللي قالك هيوديك في دهيتين؟ حبيبتي لا ما تقلقيش. لا ده احنا هنوديه في 3-4. اركبي اركبي، هو سهل قوي. وديك بتاعتين ليه؟ هي سابت وقال مفيش باي باي. مفيش، لا دي مش سايبه. يلا. لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. ياما المحامي منبه علينا عشان نكسب القضيه. لازم تخسي، لازم تباني قدام القاضي رشيقه وزي الغزال. مش قادر، ركبي تنقح عليا. وجع ساعه ولا كل ساعه؟ عايزينك تروحي المحكمه حلوه وصغيره ومثقفه. بقول لك ايه، مش عايزين ابويا يلاقي مبرر انه يبص لحد غير. يلا اقعدي هنا، هنبتدي. يلا، واحد جوزك بيحب، اثنين هيتجوز عليك، ثلاثة هيبدل ثروته، أربعة هقول لله، خمسة هديك يا جدع عمار. مش قادرة، مش قادرة. قوليها بالفرنساوي.